هو ازاي اقدر احكم على تصرف معين بانه حسن او قبيح؟ بالظبط. هو المعيار عندي هو الشرع، وممكن في تصرفات يقبلها المجتمع، مش قصدي المجتمع المصري بخصوصه، يعني جنس المجتمع، والشرع يرفضها. فالقبول المجتمعي لا يعني انه خلق انه كويس خلق او كويس. التصرف كويس، خلينا من مجتمعنا، لما حضرتك بتسافري بره، الفرنشيب دي اللي هو عادي جدا. المصاحبه، اللي هي دي كلمه على فكره، كانوا، انا اسف يعني معلش لو تحمليني في الجزئيه دي، كان زمان من 30 40 سنه، بل من 20 سنه، كانوا يسموا العلاقه دي بكلمه منفره قوي. كانوا يقولوا فلانه مرافقه فلان مثلا او كده، دي كلمه تحس انها كلمه يعني وحش. ايه، وحشه. فتبص شوفي عايزين بقى يعبروا عنها بتعبير اخر كيوت كده ولذيذ، عشان يحببونا في يجي على الأفراد. سمع المتلقي، فلانة مصاحبة فلان، إيه مصاحبة يعني؟ تبص تلاقي مصاحبة دي في المفهوم الغربي يعني كل شيء بينهما مباح ومتاح، غير إن هما مش متجوزين، ما دام بتراضي الطرفين، ومفيش مانع إن إحنا بنجرب بعض، وما لقيناش، نفس بعض يعني، ما لقيناش مناسبين خلاص شكرا. مناسبين، كل واحد يروح لحاله، وهكذا بقى. يعني حضرتك معايا ان المعايير اختلفت المعايير، وبقينا ناخد من الغرب حاجات ونعتبرها شياكة يعني. المعايير عند بعض الناس في مجتمعاتنا، عند بعض الناس في طبعا مجتمعاتنا اختلت، مش اختلفت. المعايير لا تختلف، المعايير واحدة. المعايير حلو قوي المصطلح ده. المعايير ميزان، لكن انا بقى عايز بقى ايه، اغش في الميزان، ما اوزنش على الميزان، يبقى المعايير اختلت. انا بستعمل معيار غلط، انا بستعمل معيار ان الناس تقول عليا انا حد مودرن متحضر بقى ومودرن وكول ومش عارف ايه والحاجات اللي بيقولوها دي. فانا لازم اعمل ايه علشان ابقى كده في نظر الناس؟ اوشم واتكلم ثلاث كلمات عربي في وسط كلام انجليزي او العكس، وان انا يكون لي اصحاب في طبقه معينه وبتكلم بطريقه معينه وبرتد اماكن معينه وبصاحب ومش عارف ايه، انا كده الناس بقى تبص لي ان انا يا فلان ده ده كل الكلام ده. لو انت عندك شخصيه اصلا كل الكلام ده ما ياثرش فيك، ده انت المفروض تؤثر في من حولك، مش تتاثر تاثرا سلبيا. ومش بقول ان بالضروره ان لازم اللي بيعمل بعض الحاجات دي يبقى شخص وحش يعني، واخد لا بالك؟ طبعا لكن كلنا بنقع في انا الغلط، بقول بس لك الفكرة ان مظاهر احنا يعني. نشير لان دي ظاهرة بقت منتشرة وظاهرة خطيرة، ان دلوقتي المعايير اختلت زي ما حضرتك بتقول، وبقينا يا ريتنا بنقتدي بالغرب مثلا في التزامهم بالعمل، في ان هم مثلا صراحة، ما فيش واحد بيقول لواحدة بحبك دي يعني غير لو هو فعلا بيحبها. يا ريتنا نلتزم بالحاجات دي ونعملها، لكن احنا بنقلدهم في الحاجات الغلط يعني. ايوه تمام. نعم. طيب أعظم خلق من أخلاق النبي، وكل تصرفاته وأخلاقها عظيمة طبعا، بس إيه أعظم حاجة، إيه أكتر حاجة، وهل يجوز نسأل سؤال كده برضو؟ لا.